القراءة في المولد النبوي دي تدون فغير غنصح في مثين في الظاهرة لي بيتار منقارن الحراقة يتسغني ولا ونسن الحراقة يجي في مثين تسويد الكارثة بالنسبة ولن لا سيما ولن كشي شمس تطرح اي غير خطر الحراقه الناس مارس طرق قالوا ذميس السرق الشفور الناس نغا السرق القرانيه الناس نغا السرق من لا لاقي انت في منقار يعني الملتحمه سمرات السور الما تطرق في طيس تنفجر في طيس تسعون بلي بروفون ولو تاوي مار طبيب مثول الحاله غنفاكين ولو تاوي مار طبيب الطبيب ولي تفارد شاري القاع ميلا في مقار في قشيشة مش تطوح أتسأل السوى واش تاقي الكارثة يعني هذا يغال قشيش أستروح في طيس أستروح في طيس يزمر مليح الحال أتسوك استطار بأربي البعيد وانش تاقي أو نفكر النصيحة ودتاغو ثار الحراقين ولا شي مشطح ولا سيما قبل خمس سنين قال عمر ولا شي مشطح خاطر وكي يزمر هذه شكل الخطورة ثم قرنت أفولن قرون ون وتاقي النصيحة هذا ونفكر وإن شاء الله مولود نبوي مبارك في اللون الكل.